الغريب انت عارف قسيس شادي انه انا من الـ من الـ من فلسطين، من الاراضي المقدسه، وعشت في القدس مع انه انا من الجليل، بس عشت في القدس 6 سنوات. ولما بتروح الى منطقه الهيكل، طبعا الهيكل هدم، لكن في حيط اسمه الحائط الغربي او حائط المبكى، اللي هو عباره عن الريتينينج وول، الحائط الماسك اللي كان بيمسك جبل المريا عندما بنى هذا الهيكل او بناه او رممه هيرودس الكبير. فبتشوف تعبيرات في اللغه العبريه انوروتسيم، مشيخ عشاف، احنا عاوزين، بدنا مسيح الآن. فما زالوا يتطلعون إلى المسيح، ولكن للأسف مش المسيح اللي بتكلم عنه العهد الجديد اللي هو الرب يسوع المسيح. الرب يسوع مثل ما ذكرت جاء كحمل الله، مخلصا، فاديا، متألما، أكمل عمل فداء. لكن في يوم من الأيام هذا المسيح يسوع المسيح سوف يرجع ليدين الأحياء والأموات. فالغريب أخ شادي أنه بتشوف أن اليهودي بينتظر المسيح، والمسيحي، المؤمنين والمسيحيين بينتظروا المسيح، الشيعة بتنتظر المسيح طبعا بصيغة أو تعبير إسلامي معينة، السني بينتظر مسيح لكن برضو بحسب تفسيره هو. حتى لما بتكلم مع أحبائي المسلمين، مفهوم كلمة المسيح أو كلمة الله بتختلف عن مفهومنا إحنا. بتحب توضح هاي الحقيقة؟ أكيد أكيد بتختلف بشكل كبير سيس نزار. كلمة المسيح مثلا في القرآن ممكن تكون لها معنى ثاني، لكن عشان هيك طلبت إنه عشان تعرف المعنى شوف الناس اللي استخدموها في وقت المسيح شو كانوا يعنوا فيها. هاي هي. حتى بالنسبة لموضوع كلمة الله، فإذا قلنا أن المسيح هو أصلها يهودي، كلمة الله أو الكلمة هو أصلها يوناني، والرسول يوحنا استخدم هذا المصطلح كلمة الله عن المسيح أيضا، وقال أنه في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. فهو كما هو المسيح المنتظر لليهود، هو أيضا كلمة الله المرسل من الله إلى العالم، هو صورة الله غير المنظور.